اهلا وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هان، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض نوعين تانيين من الحلويات، نعملهم باذن الله في الاير فراير. اول حاجه عندنا هنعمل تشيز كيك في الاير فراير، وتاني حاجه هنعملها هنعمل نوع من العجين اللي هي هتبقى زي التويست او مبرومه كده على بعضها، وهنتعلم ازاي نعمل العجين وبعد كده نخبزها في الاير فراير. نبتدي بخبز القرفه. عندنا هنا المقادير 1.5 كوب دقيق، 1 معلقه صغيره بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره ملح، وتلتين كوب زبادي يوناني. وبالنسبه للتوبينج عندنا معلقتين كبيره زبده، معلقتين كبيره سكر، ومعلقه صغيره قرفه مطحونه. بالنسبه للتشيز كيك عندنا، بالنسبه للقاعده عندنا 100 جرام بسكوت و25 جرام زبده مذابه، والبسكوت طبعا هيكون مطحون. بالنسبه لحشو التشيز كيك هيكون 300 جرام جبنه كريميه، 1 معلقه صغيره فانيليا، 1 بيضه، ربع كوب كريمه، 40 جرام بودره كاسترد، نص كوب سكر بودره. وللتوبينج عندنا الفيلينج الفراوله بيبقى جاهز، وكمان احنا عملناه مع بعض قبل كده في حلقات تانية. اوكي، نبتدي بالخبز. هحط الدقيق البيكنج باودر والملح، اخلطهم مع بعض الاول، وبعد كده اضيف الزبادي اليوناني. نضيف الزبادي اليوناني ونخلطهم مع بعض، وتبقى دي العجينه بتاعتنا، عجينه سهله وبسيطه خالص. العجينة بتاعتنا كده جاهزة. هاخد العجينة وهنحتاج دقيق علشان نفردها، لان هي طرية شوية، فنجيب دقيق نفردها بيها. هناخد دقيق نحطه على العجينة، ونحطه كمان على الورقة اللي هنفرد بيها. وعايزين نفردها على شكل مستطيل. نتأكد انها مش لازقة. ونفردها رفيع. وبعد كده نجيب سكينة نساوي الأطراف. ونحط دول مع بقية العجينة اللي هنفردها تاني. اوكي، وهنبتدي نقطع حوالي 2 سنتي بالشكل ده. اوكي،
اجيب الباسكت بتاع الاير فراير. نحط عليه ورق زبدة. وهاخد كل واحدة من الخبز ده وابتدي الفه بالشكل ده. اوكي. واحطها في الاير فراير. نلفه. ونحطها في الاير فراير. وهندخلها الاير فراير على 180 درجة. وهتقعد حوالي 7 دقايق. بعد 7 دقايق لما نلاقيها استوت خلاص، لكن مش لازم تكون اخدت لون، المهم ان هي استوت وبقت خفيفة. هنخلطها مع او هنحط عليها بالفرشة الثلاثة دول. عندنا الزبدة المذابة، هنضيف لها السكر، وهنضيف لها القرفة. أدخل دول على 180 وهيقعدوا حوالي 7 دقايق. أقلب الخليط ده، لأن الخليط ده هو اللي هدهنه على وشهم وهم في الاير فراير لسه. أول ما يستووا هدهنهم بالخليط ده، الزبدة والسكر والقرفة، وبعدين أرجع أدخلهم تاني الاير فراير دقيقة كمان يتحمروا بالخليط. فدلوقتي لحد الخبز اللي بالقرفة ما يستوي نطلع فاصل، وبعد كده نرجع نكمل حلقة النهاردة مع بعض. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض التشيز كيك. اول حاجه هنعملها هي القاعده بتاعه التشيز كيك. هنحط الزبده المذابه مع البسكوت، نقلبهم مع بعض، وبعد كده هنفردهم في قالب التشيز كيك. المهم نتاكد ان قالب التشيز كيك هيكون صغير كفايه ان هو يدخل في الاير فراير. عندنا القالب ده حطينا فيه الكراست او القاعده، ودلوقتي ادخله الاير فراير علشان اخبز القاعده الاول، وبعد كده نحط فيها الحشو. حطيناها لمدة 2 دقيقة وعلى 180 درجة مئوية. بالنسبة لحشو التشيز كيك، هنحط التشيز كيك أو الكريم تشيز في العجان، وممكن نخلطها بالإيد. هحط معاه البيضة. النشا، السكر، البودرة، الكاسترد، أنا أسفة مش النشا، بودرة الكاسترد وسكر بودرة، الملح والكريمة، ونضربهم كلهم مع بعض. كده خليط التشيز كيك جاهز. نبص على خبز القرفة. اوكي، خبز القرفة لسه حاجة بسيطة.
نقلب خليط التشيز كيك. نتأكد ان كل حاجة اختلطت ببعض. ودلوقتي القاعدة خلاص اخذت لون حلو ومسكت في بعض، اتحمرت. احط فوقها خليط التشيز كيك. وافردها. ودلوقتي نرجعها تاني الاير فراير وهنحطها على درجة 130 درجة مئوية، وهتاخد حوالي ساعة الا ربع الى ساعة في الاير فراير. نبص على خبز القرفة. اوكي، خبز القرفة كده استوى وابتدى ياخد لون خفيف خالص. اوكي، ودلوقتي هجيب الخليط اللي حضرناه اللي هو السكر والزبدة والقرفة، وهندهن الخبز بيه. وزي ما احنا شايفين اللون بتاعه على طول بيتغير بسبب القرفة والسكر والزبدة. ودلوقتي نرجع ندخله تاني في الاير فراير وهيقعد دقيقتين. ده بيكون شكل التشيز كيك بعد ما بتطلع من الاير فراير. وفاضل لنا بس ان احنا نحط عليها خليط الفراولة. وممكن طبعا نقدمها من غير الفراولة. وده يكون شكلها. فاضل لنا الخبز اللي بالقرفة، فاضل له حاجة بسيطة خالص ويبقى جاهز. ودلوقتي خبز القرفة جاهز، ونطلعه ونحطه على مع الكمية اللي حضرناها من قبل كده. وده بيكون شكل خبز القرفة. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، ويا رب نكون استفدنا أكتر بالاير فراير اللي عندنا، مش بس حاجات بسيطة لكن نقدر نعمل فيها كل حاجة ممكن تتعمل في الفرن. وبكده نكون خلصنا الحلقة، واشوفكم في الحلقات الجاية على خيرة الله ان شاء الله.